عطاتني انا ملي مشيت مع الميريزكو، يعني طلبوا شكون اللي غيدخل معاه لداخل باش يكون يشخص معاهم الحاله ديالتهم باش يعاودني شنو واقع. انا طبعا الحال ما قدرتش ندخل، الوالده عندي صافي تقريبا عيا، فقلت للطبيب انا غادي ندخل معاه. قال لي شكون انتي؟ قلت انا اختو. صافي قال لي دخلي معاه. دخلت معاه، ملي دخلت معاه لداخل بدا الطبيب كيسول فيا شنو كيفاش نوقع شنو الحاله ديالته الى اخره. صافي كنجاوبك داك الشيء قالت ماما، قالت هي فواحد اللحظه قال ليها، قال للمساعده ديالته قلبيه شوف لي الدري. ملي المساعده شافت ليه قلبت لي عينيه بجوج، قالت لي عين طبيعيه وعين ماشي طبيعيه، فهمتيني. صافي ديك الساعه هو كتب لينا ارجونس يمشي الانعاش. ملي كنسول اخويا علاش الانعاش، قال لي شوف اختي، قال لي انا الدم راه سال منه من راسي، يعني علاش عنده الانعاش؟ قال لي شي حاجه ماشي طبيعيه في خوك. قال لي انا ما نقدرش نقول لك على شنو هي الحاجه الطبيعيه وهي طبيعيه، قال لي غير داخل فيها هو ماشي طبيعيه، خوك عنده شي حاجه في الدماغ ديالو. فباش نعرفوا حنا، قال لي اصلا القلب ديالو تقريبا شبه متوقف تقريبا، قال لي يعني خصو يدخل بعدا يعتقوا ليه الاكسجين ديالو، عاد ديك الساعه نشوفوا من بعد شنو عنده حاله الدماغ ديالو. ملي دخلوه الانعاش بات ديك الليله كامله والغد ليه، والدري مازال ما فاقش من الغيبوبه، يعني خاص ضروري خصنا نعرفوا الحاله ديالو شنو وصلت لهاد الحاله. تخيلي غيدخلوا الانعاش بالاكسجين بقنينه الاكسجين ديالته، ملي اضطروا انهم يديروا العمليه ما بقاش عندهم حل اخر، من جا خاصهم ما يوقفوش ليه القلب ديالو على الضرب ديالو، ومن جا اخر خصهم يعرفوا ليه شنو سبب الغيبوبه ديالته. ف يعني كيقول لي واحد الممرض تما تيقول لي هذه حاله استثنائيه، ان المريض غيدخل السكانر ديالو، داروا لي سكانر كلي غيدخل ليه كله، يعني بالقرعه ديالته بالتيوات ديالو، فهمتيني. انا اختي حاجه غادي نضيفها والله داك السر، ان قلت لك شي قالت ماما خلاص حط لكم كلشي حيتي من البدايه للنهايه. حاجه غادي نضيفها ان خويا ملي تكرفصوا عليه شي واحد السيده جات عندنا اليوم من العزايه كتعاود لينا حاله، قالت لك انه هما ضربوه في الدوره وشديتو الدري والحيط الحرش تخبطوا لي في راسو فيه. هذيك تقول السيده انا ما نقدرش نقول لك انا اللي قلتها. السيده كتعاود قالت لك ضربتو على راسو بالحديد على الحيط الحرش، ملي كملتو ملي الدري طلقتو منه وجا ابخي كملتو داكشي اللي بقى، جيتو تبعتو حتى للدوره هاد الدوره اللي هنايا تما فهمتي كتكرفصوا عليه برجليكم. واصلا من اللي كنظر ان التشريح شخص الحاله ديالو قالك انا عنده شي ضربه اخرى في الصدر ديالو ابار راس ديالو، حيت هو تعرض للتشريح تفهمنا. فالطبيب في الطب الشرعي تيقولك ان عنده شي ضربات في الصدر ديالو الى جانب الجلطه اللي عنده في الدماغ ديالو، فهمتيني. وجا وواحد من دوك الناس جيت لهنا تيقول لك انا كنتمازح معاه بالتليفون، انا كنت قلت لي غنجيبك تليفونه، كيفاش تجيب لي تليفون انت خديه تليفونه؟ اون بليس حاجه اخرى، انا خويا عنده 27 عام وهاد الناس تكرفصوا عليه، ولكن اللي عنده فوق 40 عام وتبارك الله ما نقولش لك، انا خويا يعني شاب باقي يلاه صافي شاب باقي شويه ضعاف فهمتيني، اما هو تبارك الله ما نقولش لك يدير منه ثلاثه، يعني ربما ملي تتابعوا القضيه عند الشرطه غتشوفوا الشكل ديالو تشوفوا الصوره ديال الاخ ديالي غتلقاو واحد الفرق اللي هو كبير بزاف، وانتم ماشي واحد شي تيقول لنا خمسه شي تيقول لنا سته، من واحد الان حنا عارفين ثلاثه سمعنا بثلاثه فهمتيني، هاد الشيء اللي عارف حنا الان اللي الناس الهضره كدور يعني فلان وفلان وفلان شادين واحد اختي باقي هربانين واحد جوج، وداك اللي تيقولوا انه ضربوا على راسه مازال ما كاينش. سمعنا ان هذاك السيد عنده قدرات انه كيخرج خارج البلاد بطرق غير قانونيه، يعني ما غتلقاي لا في مطار ما غتلقاي لا في ميناء ما غتلقاي لا في حدود لا والو، يعني كيخرج هو اصلا تيخرج بطرق غير شرعيه. اختي كان ساكن هنا قال لك هنايا، انا حتى ما كنعرفوش، انا اصلا شتو غير النهار اللي كان جاب يتكفص على خويا حيت ضربوا، وملي ولد عمتي هزو وجابوا دخلوا للدار جيتي تتابعته هنايا. وناس اخرين تيقولوا انه تيقولوا تضربوا فيه تيقولوا ليه اليوم غتموت بهاد الفصادي اليوم غتموت، تبعوتي لهنا قال لي قال لي انا قتلك نقتلك حتى هنا حتى هنا شي هذا المشي هذه هنا حبسوا غير عباد الله. جيتي تابعته هنايا دابا الدري كاين بزاف مع بزعه ولد عمته جايبو فهمتيني، وجيتي كتبغي تكمل عليه الباقيه اللي خاصه تما في انا الشو تما في انا في بقيت عاصره عند البوليس هذاك هو اللي باقي هربان فهمتيني. وواحد اخر مشينا اختي ديكلارينا شدو في نفس النهار اللي ديكلارينا فيه. صراحه حسب الوالد ديالي انا تيقول ان السلطه قايمه بالدور ديالي لحد الان، يعني كيجري 24 ساعه على 24 ساعه. في الاول ما كان واحد في النهار الاول كان اهمال، يعني اول ما عرفت دير الديكلاراسيون تيقول لك لا خاصك حقا تجي ديكلاري قبل، لا انت خاصك ديكلاري قبل في النهار. اي انا معاك خاصني نبلغ باش تديروا الخدمه ديالكم، ولكن انا في ديك اللحظه كتشوف واحد السيد غارق في دمه. دابا انت خيروك بانك تبلغي ولا تعطي واحد السيد غادي يموت، غتبقى السيد اللي غادي يموت وما تجي الاجراءات. هذيك خدمتكم، انا ماشي بوليسيه ماشي شرطه عمر القانون ماشي الدومين ديالي، هذه دومين ديالك انت، انت خاصك تعرف كيفاش غتدخل كيفاش تقلب كيفاش تبحث، عندك وسائلك وعندك اساليب وعندك طرق ديالك، كل واحد عارف شنو غادي في المهمه ديالته، اهله ما كادرى بشعابيه فهمتيني. فانا كنهضر معاه تيقول لي واش غندير لك انا دابا تعطلتي سيري جيبي لي الشهود سيري جيبي الشهود. واختي انا خويا اللي كام انا بيت معاه خويا في غيبوبه
واش انا عاقله نمشي نديك، انا اصلا ما عرفتش حد ديك الساعه باقي ديك اللول وخيتها، ما عرفتش اصلا شنو واقع. هذا الشيء كنقول لك انا عليه غنعرفو من بعد. ما عرفت انا انهم تكرفصوا عليا وانكم ضربتوا بالقراعي وانكم شفتوا لي على راسو، هذا الشيء كله حنا كتجر بعضياتها. فهمتيني؟ سامي اختي قالت انه الدري كان حاط تليفونه شويه بحال دور تليفون ما لقاش، قال لي مديتو لي تليفوني. فهمتيني؟ انتوما مديتو لي تليفوني، الدري ما بقاش لقى تليفونهم. قال لك هو صوتا حيدوا لي تليفوني، من الدري دور تليفونه ما لقاش، قال لي انتوما مديتو لي تليفوني. لا ما ديناهش لك. اختي ما عرفتش في القهوه على برا. لا ماشي في القهوه، انا ما عرفتش. انا ما نقدرش نقول فين بالضبط، انا كنقول غير داكشي اللي تيقولوا الناس اللي كانوا حاضرين. للاسف الشيء اللي كانوا حاضرين كانوا ما داروا والو، حتى مات الدري عاد بداو تيقولوا لك كاين وكاين وكاين كيعاودوا لك. فهمتيني؟ يعني انا كنت دخلت ديك الساعه فكيت اخويا احسن انكم تجي تعاودوا عليا، كاين ماشي مشكل. قال لك ما المهم التليفون، الخلاصه انا التليفون تهز، تليفوني عندكم. لا تليفوني مع التليفون ما عندناش. شويه ولا تيقولوا لي ما عندنا ما نعطوهش لك، من بعد نجيبوه لك، سير لدارك نجيبوه لك. اش من منطق هذا؟ باي عقلية انت كتهضر معاك تليفون غنجيبو لك؟ انا خويا من داك النوع اللي ما تيخليش حقه. عرفتي الدري كنت شمت ما شمتش اللي عطيني تليفوني الى اخره. صافي هذه خدات خدم عندهم التليفون، ملي خدم عندهم التليفون تم جايب بحال هاتو تبعتو. ما عرفت يمكن دخلوا شي ناس خذوا لي التليفون عطاوه لي انا ما عرفتش. المهم الدري خدا تليفونه، ملي جا تبعتو، تبعتو تلقيتو في راس الدرب الاولاني تكرفستو عليه مزيان. من بعد جيتو هنايا كملتو بيه تكرفس مزيان، ومن بعد جيت تبعتو للدرب. عرفت شنو بغيتي دير معاه؟ لفاش باغي توصل؟ وديك المصطلح ديال اليوم تموت، اليوم غندير لك، اليوم غنفعل لك. انا يعني هذا ولا اجرام بعيني، ما بقى لا خوف من السلطه، وليتي كتخاف في البوليس ما بقاش كتخاف منهم، القانون ما بقاش كتخاف منه، ولا عندك بحال بحال انت وليتي سبع، وليتي سبع. كوا كنتي مظلوم نقول اختي حقك، دابا انا اللي مظلوم، انا عندي خصني ناخذ حقي. حاجه واحده، حاجه واحده، هذوك الناس واحد واحد نشوفهم كيدفعوا الثمن ديال داكشي اللي داروا خويا. انا بغيت نشوفهم مسدودين، بغيت دوك الناس اللي بداو يخدموا دابا يكملوا خدمتهم ويوصلوني لعندك انهم يشدوا داك الناس. انا بغيت نشوف داك الشخص اللي تكرفص على خويا بالضبط، نشوفو انا مسجون، نشوفو بعينيا. على الاقل ما ترجعيش خوك، ولكن نوعا ما واحد النسبه قليله تبرد نارك. فإلا كانت القانون فعلا كاين في البلاد، حنا باقي اصلا كنقولوا باقي القانون، تفهمتيني؟ باقي القانون يجيب لي حق خويا.